في السراي بطل لبنان والبحر المتوسط والعالم في الكيك بوكسينج صائب الهاني، وهو حفيد مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان الأستاذ صائب دياب، وحضر اللقاء والدة البطل الصغير ومدربه أحمد ماجد. الهاني أهدى الميدالية إلى الرئيس الحريري والجيش اللبناني. شكرا لكل اللي شجعونا، وبهدي هالميدالية لأستاذ سعد الحريري ولكل جيش اللبنان. انبسطت بس شفت رئيس الحكومة، وشو قال لك رئيس الحكومة، شو سمعت منه؟ انبسطت كتير، وقال لي هو لأنه انبسط كتير لأنه شفتك. شكرا أهلاتي وشكرا كلكم لأنه قبلتوا لأنه تستقبلوني بهالشو.